مشروع نظريا، ولكن مشروع خاصة واقعيا، لأنه هذا نبض الشارع أو نبض النخبة. ولكن كلام سي مصطفى أنا متفق معه، لأنه فعلا إذا كان ننظر إلى الوراء نلقاه أنه منذ انتصار الثورة كانت هناك محاولات عديدة لإثارة استقطابات إيديولوجية واستقطابات دينية، وتبين بالممارسة أن الاستقطاب الحقيقي الوحيد والممكن والمطلوب هو استقطاب سياسي على أساس برنامج سياسي اللي هو تحقيق أهداف الثورة. وجزء من الإجابة على رفض هذه الاستقطابات الوهمية على أساس الدخول للسلطة زاد كذلك سمير ديلو زاد. لا، هذا يجي في مرحلة ثانية، ولكن الجواب الشعبي أنا ما نحبش نعلق على نتيجة الانتخابات، ما زلت معناش، ولكن عندنا بعض السيناريوهات مطروحة على الساحة، عندنا بعض النتائج الأولية، ولكن النتائج الأولية الحاصلة تفيد أن الشعب التونسي لم يستجب لمحاولات تخويفه من الطرف الإسلامي، بل أنه أكثر من ذلك وجه رسالة للطرف اللي قام بالتخويف، وقال أن الشعب التونسي حاليا يقبل أن يدار وفق عقلية، بل يفرض أن يدار وفق عقلية توافقية، لأنه أحيانا ننسى. هذا يعني للنهضة فرحانة للشعب التونسي مشى يصوت بهالعدد وهالكم الهائل من الـ من الـ من المواطنين. يعني ما نجم يكون كان سؤال الحمد لله. الشعب التونسي كل العالم يهلل له، لأنه حس مدني رفيع، لأنه الشعب التونسي يقرب تقريبا 90% إذا كان الأرقام اللي عندي صحيحة. ولكن اللي يفرحنا مش النتيجة اللي تحصل عليها حركة النهضة، ولا هذا ربما يثير استغراب البعض. بالنسبة لنا الأغلبية التي يسعد بها هي أن يكون في المجلس التأسيسي أغلبية تعمل في إطار التوافق لصياغة دستور يلبي تطلعات الشعب التونسي وتدير الشأن العام، أي تشكل حكومة يتوافق في توزيع حقائبها لا على أساس التجاذب الحزبي، ولكن وفق عقلية تغلب المصلحة الوطنية وتقدر احتياجات المرحلة. احتياجات المرحلة ليست إيديولوجية، وإنما هي تتعلق بالتشغيل وتتعلق بالتنمية وتتعلق بتحقيق كل المطالب التي رفعتها الثورة. جربنا 9 شهور من الفزاعات، من التخويف، من تقديم حركة النهضة، حتى سؤالك نراها غريب، هل تقبلون بحركة النهضة؟ يعني حركة النهضة استوردناها من الخارج؟ لا، حتى يعني حركة النهضة سؤال صحفي بحث من دون أي حياد. لك الحق أن تطرح سؤال ولي الحق أن أستغربه. يعني حركة النهضة ساهمت في النضال ضد الدكتاتورية، ومن حقها المطلق بل من واجبها أن تساهم في مجهود بناء الدولة الديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية.